أهلا بكم في نشرة أخبار الجديد عربية، وإليكم أبرز العناوين. السعودية في صدارة مؤشرات الأمن السيبراني، جالانت يتوعد بتغيير الوضع شمال إسرائيل، وبعد بيونغ يانغ بوتين يحط في فيتنام، لعنة المجر تزول بسبب سحرة ألمانيا. لم يكد حجاج بيت الله الحرام قد عادوا إلى ديارهم بعد حتى أعلنت السعودية عن بدء تنظيم الموسم القادم للمعتمرين، وإذ سجلت المملكة نجاحا في الموسم الحالي في خدمة ضيوف الرحمن، فإن هذه النجاحات كانت تتوزع على أكثر من قطاع، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى في مؤشرات الأمن السيبراني، كما حلت أولى كأكبر مقترض في الأسواق الناشئة متغلبة على الصين. سياسيا، أزمة دبلوماسية بين لبنان وقبرص على خلفية اتهام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دولة القبرصية بفتح مطاراتها وقواعدها العسكرية لإسرائيل، وهو ما نفته قبرص معلنة أنها ليست منخرطة ولن تشارك في أي صراعات حربية، وعلاقاتها مع لبنان ممتازة، وكل المفاوضات ستتم على المستوى الدبلوماسي. البداية من نجاح جديد للمملكة العربية السعودية، وهذه المرة على الصعيد التقني، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى في مؤشرات الأمن السيبراني، الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني، مرتبة جديدة حققتها المملكة العربية السعودية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024. التقرير صدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بسويسرا. تحقيق السعودية هذه المرتبة لم يأتي صدفة، بل جاء نتيجة إلى تنمية واقع القطاع دعما كبيرا عبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي شجعت الابتكار، دعمت ريادة الأعمال والاستثمار، ورفعت نسبة المحتوى المحلي فيه. ليس هذا فحسب، فعملت الهيئة على بناء الكوادر الوطنية المتخصصة لسد الاحتياج الوطني في مجالات الأمن السيبراني، ما يعزز منظومة القطاع في السعودية، يعظم استغلال الفرص الواعدة التي يسخر بها لتحقيق التنمية المستدامة، ويوصل إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق. الرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مساعد العيبان أرجع كل الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الهيئة إلى رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات. هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات، ويشكل رافداً لدفع عجلة التقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 المتنوعة، وتمكين النمو والازدهار للقطاعات التنموية والاقتصادية. ووفقاً لتقرير مورد انتليجنس للأبحاث، فإن نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة سيبلغ 13.78% سنوياً، أي 1.19 مليار دولار بحلول العام 2029. أما حجم هذا السوق في العام 2024 فيقدر بنحو 630 مليون دولار. واليوم تشهد العديد من الشركات في السعودية زيادة مستمرة باستثماراتها في أدوات ومعدات أمن الشبكات، ودخلت السعودية في السنوات الأخيرة مرحلة متقدمة بالمجال، وعملت على استقدام خبرائه ورواده من داخل المملكة وخارجها، في ظل توجه المملكة نحو التحول الرقمي، في إطار سعيها لحماية أنظمتها الرقمية على أعلى المستويات تزامناً مع هذا التحول. وساهمت حكومة المملكة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي أيضاً، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يونيو 2023 أمراً ملكياً بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وغير ربحية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الأمن السيبراني يمثل اليوم قوة دفاعية مهمة للدول حول العالم، وقوة هجومية لاستعراض العضلات التقنية وسحب المعلومات الأمنية والاقتصادية والتقنية.
كما في التكنولوجيا كذلك في الاقتصاد، حلت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مقترض في الأسواق الناشئة متغلبة على الصين. المملكة العربية السعودية تتخطى الصين وتحطم الأرقام القياسية، كيف؟ تابعوا معنا. تجاوزت السعودية الصين باعتبارها المصدر الرئيسي للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، منهية بذلك هيمنة الصين التي دامت 12 عاماً في هذه الفئة. هذا التحول يؤكد استراتيجية الاقتراض القوية التي تتبعها المملكة لدعم مبادرة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. البيانات الجديدة تكشف أن الاقتراض في السعودية ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام. إصدار السندات بوتيرة قاسية من قبل الحكومات والشركات يجذب مستثمري الديون العالميين الحريصين على دعم خطة رؤية 2030 الطموحة، في حين أن هذه المبادرة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول نهاية العقد. ولكن ماذا عن مبيعات السندات الدولية الصينية؟ مقابل كل التقدم التي تشهده المملكة، يشهد المقترضون الصينيون طفرة في سندات العملة المحلية وبطء بشكل كبير بالإصدارات الدولية. ففي هذا العام أصدرت الكيانات الصينية ما قيمته 23.3 مليار دولار فقط من السندات بالدولار واليورو، وهو أول ما يمثل انخفاضاً بنسبة 68% عن متوسط مبيعاتها منذ عام 2019. يعد تجاوز الصين في إصدار السندات علامة فارقة بالنسبة للمملكة، مما يساهم بزيادة ثقة المستثمرين، والتي تسعى الرياض للحصول على تمويل لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق لربط روسيا وأوروبا. العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في إنيو بانكارت بيفين أبوستولوس بانتيس اعتبر أن المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية، وليس من المفاجئ أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. And let's not forget also that this capital spending is going to strengthen the non-oil GDP growth. We already starting to see positive signals here. Currently, non-oil growth in Saudi Arabia is about 5.5%. بشكل عام، شهدت الأسواق السعودية الناشئة زيادة بنسبة 28% في مبيعات السندات الدولية مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 291 مليار دولار، فيما انخفضت حصة الصين بشكل كبير. ففي ذروتها عام 2017 شكلت الصين ثلث كل الإصدارات بقيمة 224 مليار دولار، والآن تمثل 8.1% فقط من افتراضات السوق الناشئة. تربع السعودية على رأس قوائم الاقتراض في الأسواق الناشئة يمثل تحولاً كبيراً في ديناميكيات التمويل العالمي، ومع تسريع جهودها لتمويل رؤية 2030 يراقب مجتمع الاستثمار العالمي عن كثب التأثير الاقتصادي لهذا التسريع على المملكة والمنطقة واتجاهات الأسواق. في ملف الحرب الإسرائيلية، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أن الوضع في الجبهة الشمالية مع لبنان سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية. وقال جالانت في منشور على حسابه في أكس أنه جرى تقييم الوضع في الجبهة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية، وأضاف أن قواته تستعد وتستمر لمواجهة أي تهديد يأتي في طريقنا سواء في الدفاع أو في الهجوم. ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارة بأربعة صواريخ على بلدة دير كيفا بجنوب لبنان، كما أغار الطيران الإسرائيلي على جبل الريحان من دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات. وفي السياق ذاته، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يشكل هيئة أمنية مصغرة بمشاركة وزير أمنه بن غفير، لكن الأخير يرفض.
إثر حله لمجلس الحرب الذي شكله لإدارة عدوانه على غزة والاستعاضة عنه أخيرا بالمطبخ السياسي المصغر، وافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لإرضائه وإقناعه بالتصويت لصالح قانون تعيين الحاخامات وفق صحيفة إسرائيل اليوم. لكن وزير الأمن رفض وأصر على مطلبه بأن يكون عضوا بالمطبخ السياسي المصغر ليكون شريكا في اتخاذ القرارات وإدارة الحرب. يأتي ذلك بعد خلافات بين الاثنين اتهم فيها حزب الليكود بزعامة نتنياهو بن غفير بتسريب أسرار الدولة، ليرد عليه حزب الأخير القوة اليهودية بدعم اعتماد جهاز كشف الكذب لأعضاء الحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء، داعيا لإجراء تحقيق في اتهامات نتنياهو إلى بن غفير. تزامنا يتصاعد الخلاف بين جيش العدو ونتنياهو بعد تصريحات الناطق باسم الجيش دانيالا غاري بأن الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد في عيون الإسرائيليين. وردا عليه أعلن ديوان رئيس الحكومة عن تحديد مجلس الوزراء المصغر الكابينيت القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية كأحد أهداف الحرب على غزة، وأن الجيش ملتزم بذلك بطبيعة الحال. هذا وتتواصل التظاهرات في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بإعادة الأسرى لدى حماس، فقد أغلق المتظاهرون محور أيالون في تل أبيب ورفعوا شعارات تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس عزيز الدويك البالغ 75 عاما بعد دهم منزله في منطقة حي الجامعة بالخليل وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. ودانت حركة حماس إعادة اعتقال الدويك بعد أيام من الإفراج عنه، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته. أزمة دبلوماسية بين لبنان وقبرص تلوح في الأفق على خلفية تهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله، والاتحاد الأوروبي يحذر. على خلفية القرار الصادر عن القنصلية القبرصية في لبنان بأنها لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات في 20 حزيران 2024، والتي ربطها البعض بتهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب اتصالا بنظيره القبرصي وأعرب له عن تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة. وأكد الوزير القبرصي مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص يوم أمس من أن بلاده تأمل أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، وشدد على أن قبرص ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة. وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت في بيان على أنه يهمها التأكيد مجدداً أن العلاقات اللبنانية القبرصية تستند إلى تاريخ حافل من التعاون الدبلوماسي، وأن التواصل والتشاور الثنائي قائم وبوتيرة مستمرة. في هذا الصدد علق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو على تهديدات حسن نصر الله لقبرص التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية، قائلا إن أي تهديد للدول الأعضاء غير مقبولة، وأي تهديد ضد قبرص يعد تهديدا ضد الاتحاد ككل. بعد كوريا الشمالية، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم إلى فيتنام في زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي وفق ما أفادت وكالة أنباء روسية. وهذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها بوتين بصفته رئيسا إلى فيتنام. سحرة ألمانيا ينهون عقدة المجر بعد 70 عاما. إليكم هذا التقرير من يورو 2024. ألمانيا استدعت السحرة الثلاثة فلوريان فيرتس وإلكاي غوندوغان وجمال موسيالا لإنهاء 70 عاماً دون الفوز على المجر في مباراة رسمية، حيث تفوقت عليها 2-0 في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لتبلغ الدور 16. ولم تتمكن ألمانيا من الفوز على المجر في أي بطولة كبرى أو تصفيات رسمية منذ انتصارها المفاجئ في نهاية كأس العالم 1954، وهو الفريق الذي أطلق عليه المجر السحرية وكان ينظر له على نطاق واسع على أنه أفضل فريق في العالم في هذا التوقيت.
واحتاج الفريق إلى الإبداع والقدرة على الحسم من فيرتس وغوندوغان وموسيالا الذين أطلق عليهم المدرب يوليان ناجلسمان لقب السحرة الثلاثة، وتعاونوا معا لتسجل ألمانيا هدفين وبلوغ مرحلة خروج المغلوب، ما أدى إلى رفع طموحات الفوز بأول لقب كبير منذ 10 سنوات. وفازت المجر مرة واحدة وتعادلت مرتين في آخر 3 مباريات لها أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي وبطولة أوروبا 2021. وأرسل فيرتس تمريرة متقنة نحو غوندوغان داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، ورغم عدم سيطرة القائد على الكرة فإنه كافح لاستعادتها وهيئها إلى موسيالا الذي وضع ألمانيا في المقدمة. وكان موسيالا الذي سجل أيضا في فوز ساحق 5-1 على اسكتلندا في افتتاحية البطولة يوم الجمعة مصدرا دائما للمشاكل على المجر داخل منطقة الجزاء وحولها. ورغم الانتقادات التي عليه بسبب مستواه قبل البطولة، وضع غوندوغان اسمه في قائمة الهدافين في الدقيقة 67 ليضاعف تقدم ألمانيا، ويكون قد سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال مباراتين بالبطولة حتى الآن. هذا هو السحر الذي تأمل ألمانيا أن يستمر ليقودها نحو اللقب مع تعرض خط الدفاع للاختبار بجدية لأول مرة في البطولة. وفي أخبارنا الفنية، دموع الفنانة أحلام تخونها، والسبب الفنان عبد الله الرويشد. تصدر اسم النجمة الإماراتية أحلام الشامسي محركات البحث وترند بعد أن تأثرت في ليلة فنانة العرب ضمن مهرجان ليلة عمر 2024 على مسرح الأرينا في الكويت خلال حديثها عن الفنان عبدالله رويشد الذي يتمثل للشفاء من أزمة صحية تعرض لها قبل أشهر قليلة وأجبرته على العلاج في ألمانيا. وأهدت أحلام رويشد أغنيتها الشهيرة لما قلبي التي أصدرتها عام 1997 من ألحانه، وقالت على المسرح: هذه الأغنية لفنان عملاق صوت الكويت الغالي عبد الله رويشد ابو خالد، اسمع الجمهور يا ابو خالد وهو بيقول لك ارجع سالم ان شاء الله بالسلامه. هذه الاغنيه التي ساقدمها من الاغاني التي احبها وغاليه على قلبي وانتم اكيد تحبونها. وبعد الانتهاء من حديثها شوهدت بلقطه وهي تمسح دموعها ليتفاعل معها الجمهور الغفير بشكل واسع، كما وجهت احلام التحيه الى الكويت معربه عن اشتياقها الكبير الى جمهورها هناك بعد غيابها عنهم 7 سنوات، فقدمت التهنئه لهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك امله ان تتكرر حفلاتها باستمرار وسط محبيها في الكويت. وفي السياق المنفصل، احتفلت الفنانه الاماراتيه احلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري بتخرج ابنهما فاهد. وفي التفاصيل، قامت أحلام بمشاركة صور وفيديوهات لفهد من حفل تخرجه اليوم، حيث ظهر في عدد من الفيديوهات وهو يستلم شهاداته مع زملائه بدوره والد مبارك الهاجري الذي كان حاضرا أيضا خلال الحفل، وكانت السعادة تملأ عينيه حيث قام باحتضان ابنه لحظة تسلمه الشهادة ونزوله من على المسرح. وبدوره فهد وكتحية احترام منه لوالده، قام بتقبيل جبينه وحضنه. ونشرت أحلام مجموعة من الصور والفيديوهات على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إكس، علقت قائلة: الحمد لله على البلاغ، أمي مبروك يا نور عيني وروح اليوم تخرج ولدي فهد بن مبارك بن محمد بن فهد الهاجري، جعلني أشوفك في أعلى المناصب يما الحمد لله. وعلى صورة عبر سناب شات علقت أحلام قائلة: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام نشرة أخبار الجديد عربية. إلى اللقاء.